صباح الخير واهلا وسهلا بفيديو جديد من ايديس سيكيورتيز. واليوم الحديث من جديد عن اهم الاخبار الاقتصاديه المنتظره خلال فتره التداولات الاوروبيه والامريكيه اللي اخر يوم تداول في هذا الاسبوع يوم الجمعه. بدايه ستكون الارقام او بدايه في خلال فتره التداولات الاوروبيه ننتظر بعض الارقام المهمه، بدايه من سويسرا والتي نتوقع ان يكون هناك في مؤشرات لمؤشر اسعار المستهلكين والذي من المتوقع ان ينخفض في نوفمبر مره اخرى بواقع 3 أعشار، كما هي النسبه في ايضا أكتوبر الماضي الذي أيضا كانت بانخفاض بواقع 3 أعشار. أيضا من جهة أخرى من الجيرمن فاكتوري أوردرز أو من طلبات المصانع الألمانية، من المتوقع أن تظهر ارتفاع أقل من الشهر الماضي، ارتفاع بواقع 4.1 في أكتوبر بالمقارنة مع 7.9 في سبتمبر الماضي. لكن أهم الأرقام الاقتصادية المنتظرة لليوم عندنا US Jobs Report أو اللي هو تقرير الوظائف الأمريكي. بداية من التوقعات تشير إلى انخفاض معدلات البطالة العامة إلى 7.2 في نوفمبر الماضي بالمقارنة مع 7.3 في أكتوبر. أيضا هناك توقعات بأن يضيف الاقتصاد الأمريكي 180 ألف وظيفة في نوفمبر مقابل 204 ألف وظيفة في أكتوبر الماضي. طبعا من الممكن أن نشهد نوع من تغير في أو تعديل لأرقام شهر أكتوبر الماضي كما حصل خلال اليومين الماضيين في الـ ADP Non-Farm. شهدنا رفع لأرقام أكتوبر من مستويات 130 إلى 184 ألف، وأيضا كل الأرقام الاقتصادية ومؤشرات التوظيف بالتحديد ممكن أو شهدنا نوع من التحسن فيها، وهو ما يمكن أن يكون إشارة لأن يكون تقرير وظائف اليوم بأفضل من التوقعات. هذه من جهة. الجهة الأخرى أيضا بالنسبة للأسواق شهدنا نوع من التداولات بشكل كبير أو بشكل واسع خلال الأيام الماضية، وهذا على إثر بعض أول شيء عندنا كان قرارات البنوك المركزية الأوروبي وبنك المركزي البريطاني، لكن الأهم كان أنه ماريو دراجي ألمح إلى مزيد من التيسير الكمي من خلال LTRO أو من خلال حتى تخفيض أسعار الفائدة، لكن ما حصل هو انخفاض في العوائد على السندات الأوروبية وارتفاع العوائد على السندات الأمريكية أدى من جديد إلى ارتفاع اليورو مرة أخرى إلى حوالي 36.60 تقريبا، لكن من الممكن أن تكون هذه الارتفاعات محدودة في مدون مستويات 1.37 قبل أن تعود للانخفاض من جديد كنوع من التصحيح على الأقل حتى نهاية العام. هذا تقريبا كل شيء لدينا في تقرير اليوم المختصر. صباحا نراكم إن شاء الله بفيديو جديد مع المزيد من التفاصيل. يمكنكم أيضا بالنهاية التواصل معنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، تويتر، فيسبوك ويوتيوب.